هو يعني شوف الحقيقة إن الصورة اللي اتشافت كلها وبينت التابوت نازل 5 أو 7 أو 8 متر تحت الأرض، وتابوت ضخم جرانيت وزنه 30 طن على الأقل، خلى الناس في الجهل أولا والإثارة بتاعت الكشف خلت الناس تقول لعنة الفراعنة، التابوت كان فتحناها هيموتوا، هتحصل لهم لعنة. والحاجة بقى الثانية المهمة إن هناك في العالم كله يتمنى الكشف عن مقبرة الإسكندر الأكبر. أي حاجة بتكتشف في اسكندرية بيقول لك الإسكندر الأكبر. عندنا أول واحد طلع لم ملايين الدولارات اسمه ستيليو، كان جرسون في اسكندرية. والجرسون ده قاعد يحفر في حط الترامي، وأنا طالب كنت أروح أشوف الحفاير بتاعته. بعد كده الناس تقول لك لا ده الإسكندر في النائب دانيال. ناس تقول لك لا ده الإسكندر موجود في مقابر اللاتين في الشاطبي. وناس حفر هناك، احفاظ الفخرانه حفر هناك. فاذا موضوع التابوت ده دخل في الناس ان لا يمكن التابوت ده يكون لشخص غير للقائد العظيم الاسكندر الاكبر اللي مقبرته كلها الناس كلها بتتمنى اكتشافه. شوف بقى كل اثار اسكندريه كشفت بالمصابس. كم الشقافه، واحد ركب العربيه كره نزل الحمار حفره طلع كم الشقافه. كوم الدكة بيبدو عمارة تحتها مسرح والجامعة. فإذا مقبرة الإسكندر 100% موجودة في اسكندرية. لكن لا يمكن التابوت ده يكون الإسكندر الأكبر. ليه؟ ده في سيدي جابر. سيدي جابر مش المنطقة الملكية إطلاقا. التابوت ده لو الإسكندر الأكبر أي ملك بطلمي أو روماني لازم يكون عليه نقوش. التابوت ده خالي من النقوش. أما دلوقتي الآثار مش قادرين يشيلوا التابوت لأنه ضخم والحفرة ضيقة 5 متر تحت الأرض. عايزين مقاولين العرب عشان ترفع التابوت. لو التابوت ده اترفع برأيي واتفتح مش هيلاقوا فيه حاجة. أنا في رأيي ده تابوت لشخص ثري اسكندراني عنده فلوس كلف العمال لما موت يا جماعة اقطعوا لي تابوتي بالجرانيت من أسوان وادفنوني فيه. هيفتحوا التابوت يلاقوا بقايا هيكل عظمي يلاقوه اتفتح على مر العصور. لكن أهم حاجة زي ما أنت قلت في المقدمة، أنا لم أرى اكتشاف أثار العالم كله. أنا بقالي 3 أيام برد على وكالات الأنباء في كل مكان. وأنا عرفت إن الدكتور مصطفى وزيري أمين عام الآثار بيسافر بكرة اسكندرية عشان يشوف موضوع التابوت إيه. طبعا هنقدر نعرف من خلال الزيارة بتاعته هل التابوت ده هيتفتح إمتى؟ هيفتحوه إزاي؟ لكن التابوت ده لا فيه لعنة ولا يخص الإسكندر الأكبر. طيب هل دكتور زاهي بقاله قد ايه تقريبا تتوقع حضرتك يعني بخبره حضرتك نتكلم 2000 سنه قبل كده بعد التابوت ده عمره انا رايي ده تابوت بطلمي لانه هو شكله انا بطلع تابوت من زيه بالظبط في الجيزه كبير تحت حوالي 20 متر تحت الارض. فانا رايي التابوت ده عمره 2000 سنه بالظبط. لا يمكن التابوت ده ما يكونش اتفتح. يعني ما فيش مقبره في اسكندريه اسمها ما اتفتحتش. الاثار كلها نوبت في العصر البيزنطي والعصور المتاخره. هذا التابوت لازم يكون اتفتح. لكن طبعا ما قدروش ينقلوه لانه 20 ل 30 طن يقال. فاذا احنا اعتقد ما فيش دعايه مصر خدتها اكتر من هذا الكشف رايي. لان انا بقالي هنا معايا الدكتور رمضان بدري اللي كشف في ورشه التحليق فزعلان ان الكشف بتاعه اهم من لكن التابوت ده انا بقول لك انا كلمني 3 4 أيام اللي فاتوا لا يقل عن 30 صحفي اجنبي وكلهم دماغهم في الاسكندر الاكبر. الصحفيين المصريين دماغهم في لعنه فتح تابوت الجرانيت. هل ممكن ده يوصلنا لمقبره الاسكندر الاكبر ولا صح ولا لا؟ لا يمكن الاسكندر الاكبر يكون مدفون في سيدي جابر. مقابر اللاتين هي مقابر الحي الملكي اللي دفن فيها البطالمه والاسكندر الاكبر. هذا التابوت ليس له صله بالاسكندر اطلاقا. لو كان للاسكندر لازم يكون عليه نقوش مكتوبه، وهذا التابوت لا يوجد عليه اي نقوش اطلاقا. على العموم مصطفى وزيري بكره ممكن هو يعلن للعالم ويقول لنا رايه في هذا الكشف باذن الله. طيب دكتور زاهي ايضا انه العالم اهتمامهم بهذا الامر وانهم بيتكلموا وبيحذروا ما تفتحوش هذا التابوت ده بعض كتاب اجانب. شوف يا استاذ احمد الاثار دايما اي حاجه يقول لك لعنه الفرعنه، لعنه التابوت، لعنه الموميا، كل الكلام ده تخريف وخزعبلات وليس له اي اساس بالصحه اطلاقا. انا لسه كنت بتكلم مع
الدكتور خالد العنان عشان اعرف معلومات عن هذا الكشف، وقال لي انا مش فاهم ايه الدعايه الضخمه اللي انتشرت في كل مكان في الدنيا. يعني انا بعتقد ان الدعايه اللي مصر خدتها من هذا التابوت تقدر ببلايين، مش ملايين، بلايين الجنيهات، لان اسم مصر موجود في كل مكان. عشان كده خالد الغازي كلف الدكتور مصطفى وزيري ان يسافر بكره اسكندريه، ومن خلال زيارته هنقدر نعرف ماهيه هذا الكشف. بس حضرتك بتقول انه تتوقع انه لحد غني، حد ثري وشخصيه مهمه. راجل غني اسكندراني من التجار، قادر ان هو يبعت الناس. يعني بص انا شايف التابوت السابق في التلفزيون، والله بالظبط يعني كشف تابوت زيه طبق الاصل من اسره 26. هذا التابوت عمره 2000 سنه، وانا بقول لك شكله ما اتفتح قبل كده، مش انتاكت، مش ما اتفتحش. التابوت ده اتفتح قبل كده. مصطفى وزيري بيقول لي لا، لكن انا بقول له اتفتح قبل كده. هذا التابوت اتفتح قبل كده، وهيكون فيه يا اما هيكل عظمي يا ما فيش اي حاجه اطلاقا. وده رايي العلمي، وهتلاقي رايي ده هو اللي يبقى الصح باذن الله. طيب المكان حضرتك بتقول مكان ضيق، طب هم هيفتحوه ازاي بكره؟ هو لا، هم لازم بقى، لازم اللي يحصل لازم الحفره شكلها ضيق. الحفره دي لازم يتم توسعها، ولازم بعد توسعها يجي المقاولين العرب ويقدروا بالكيز يطلعوها ويرفعوا التابوت ده بالصح. مصطفى وزيري بيقول لي هو جنب هنا، بيقول لك ليه المقاولين